بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتوره سهير العجمي، كلمكم في كتاب صحه المراه وصحه الطفل. بنتكلم فيه، خلصنا صحه المراه ودلوقتي بنتكلم في صحه الطفل، وهنبدا في شابتر 6. شابتر 6 هنتكلم على البريست فيدنج، الرضاعه الطبيعيه. البريست فيدنج فروم تشايلد فروم بيرث تو 6 مانثس، من ساعه الولاده لغايه 6 شهور. having the baby start to breastfeeding، من يوم ما يتولد او من ساعه ما يتولد لازم الطفل يبتدي ياخد ايه؟ الرضاعه الطبيعيه. after peers stimulate the production of the mother breast milk، لازم الام تبتدي تنتبه وتبتدي ايه؟ تطعم الطفل او تبتدي تديله البريست فيدنج. وده هو بيعمل ايه؟ هيلب ذا مذر، بيساعد الام يوترس تو كونتراكت، ان الرحم ينقبض، ويتش ريديوس ذا ريسك اوف هيفي بليدنج اور انفكشن، وده هو بيقلل ان الرحم يبقى عرضه، يبقى مليان بلود ويبقى ايه؟ عرضه للانفكشن، فبيبتدي يحصل ايه؟ كونتراكشن، ويبتدي الدم ايه او البلود ينزل اللي هي اللوكيا. The baby should be allowed to breastfeed as often as she wants. لازم نبتدي كل ما الطفل يعوز يرضع نبتدي نرضعه. نتكلم على الكوليستروم، والكوليستروم لسه قايلينه في الباب اللي قبل كده ان هو سيك يلوش ميلك، سميك ولونه اصفر، لبن لونه اصفر وسميك. والمذر بروديوس ان ذا فيرست فيو دايز، ده هو بينزل في الايام الاولانيه افتر بيرث، بعد الايه؟ الولاده. وده هو بيحمي بروتكت فود فور نيو بورن بيبي، بيفضل يحميه طول عمره وبيزود ايه؟ المناعه. تيز فيري نيوترنت اند هيلب بروتكت ذا بيبي اجينست، بيحميه اجينست النيمونيا والدايريا اند اذر ايه؟ ديزيز. If regular waiting show that breastfeed baby under 6 months is not grow well، لو الطفل تحت 6 شهور مش بينمو كويس، يبقى child may need more frequent breastfeeding، المفروض ان هو محتاج breastfeeding اكتر من مرة، لان انا تحت 6 شهور المفروض ما بديش غير breastfeeding بس. At least 12 feeding during 24 hours، 12 رضعة في ال 24 ساعة، يعني بمعدل كل ساعتين مرة. period may be necessary، الفترة ممكن تكون أساسية. the baby should suck for at least 15 minutes، وكل رضعة المفروض بتاخد ربع ساعة. the child may need help in learning to take more or the breast into the mouth، المفروض بياخد بيبتدي نعلمه اللي هو ياخد الرضاعة ويتعود على الرضاعة الطبيعية. the child may be ill and should be taken to trained health workers، لازم طبعا الطفل اللي هو المريض نبتدي بقى الهيلث وركر دورهم ان هم يعلموا الامهات ويعلموهم طريقه الرضاعه الطبيعيه. water or other fluid given to the child، الميه المفروض او السوائل او انا بديها للطفل، may be reducing the intake of breast milk، ممكن يبتدي لو هو بياخد بقى ايه اعشاب في الببرونه او كده، ممكن كل ده يخلي الطفل ايه؟ يقلل البريست فيدنج، ودي مش حاجه كويسه بالنسبه لايه؟ للطفل. the mother should not give other fluid and should breastfeed only، ما تديش غير البريست فيدنج بس. signs that the baby is in a good position for breastfeeding are the following، مفروض افضل وضع للرضاعة الطبيعية. the baby whole body، كل جسمه is turned toward the mother، ناحية ايه؟ الام. the baby is close to the mother، بيبقوا قريبين من بعض. the baby is relaxed and happy، لازم يبقى ايه؟ مرتاح وايه؟ وفي سعيد ومبسوط. holding the baby، ان انا بحمل الطفل in a proper sucking position، في الوضع الطبيعي للايه؟ للرضاعه. can cause such difficult is، ممكن لو انا ما رضعتوش او ما تشلش الطفل في الوضع الطبيعي ممكن يبقى عنده مشاكل زي سور كريك نيلز. كريك نيلز اللي هو يبتدي ايه؟ الصدر نفسه النابلز يبتدي يحصل فيها تشققات. not enough milk، ما بياخدش كمية كافية من ايه؟ اللبن. refuse to feed، بيرفض ان هو ايه؟ يبتدي يرضع. sign that the baby is feeding well، علامات تقول ان الطفل ده بيرضع كويس. the baby mouth is wide open، دايما مفتوح مبسوط يعني. the baby chain، خده is touch the mother breast، خده يبقى قريب من صدر الام، ده الوضع الطبيعي للرضاعة. more of the dark skin around the mouth the mother nipple can be above the baby
ماوس زين بيلو ايت، لازم كل الجزء بتاع النبل يبقى جوه بق ايه الطفل. ذا بيبي تيكس لونج ديب سك، لازم بياخد ايه يبتدي احس ان هو بيبتدي يرضع وبيمص الصدر كويس. ذا بيبي كان بي سين اور هيرد تو سولنج، حاسه ان هو ايه بيبتدي يبلع. ذا ماذر دازنت فيل اني بين ان ذا نبل، وما تحسش باي الم في النبل. Almost every mother can produce enough milk when تدي كمية كافية من اللبن. She breastfeed exclusively the baby is in good position، وضعه لما بيكون كويس. Has the breast well in the months the baby feed as often and for as long as including during the night، وده مهم جدا ان انا ابتدي اهتم بالرضاعة واديله الرضاعة الطبيعية اثناء الليل. More sucking will produce more breast milk، كل ما بيرضع كل ما كمية اللبن بتزيد، سبحان الله. Mothers who fear that they don't have enough breast milk، اللي خايفة ان الطفل مش هينزل له كمية لبن كفاية. Often their baby other food، عشان كده بتديله اكل او بتديله حاجات اضافية. فهنقول لها drink in the first few months of life، this cause the baby to suck less often، ده كده بتبتدي ياخد كمية قليلة من اللبن لما هي بتزود له حاجة تانية مع ايه الرضاعة. والمذر المفروض produce more milk if she doesn't give the child other food or drink and breastfeed often. البريست فيدنج كان بروفايد ان اوبورتيونيتي فور ذا ماذر تو ريست، بيبقى راحه بالنسبه للام بدل ما تقعد تجهز الببرونه ولايبل للانفكشن، فكده اسهل لها. فاذر اند اذر فاميلي ممبرز كان هيلب باي انكارج اند هيلبنج ذا ماذر تو ريست، يدوها فتره ان هي ترضع الطفل وفي نفس الوقت بتاع ده من ضمن ان هم هيدوها فتره ان هي ترضع الطفل وتبقى مرتاحه وهي بترضع الطفل، ما تبقاش قلقانه. They can also make sure the mother has enough food and help the لازم الام كمان نتاكد ان هي بتاكل كويس عشان تبتدي ترضع الطفل وتدي له الكميه الكافيه من الايه الرضاعه. Breast feeding after 6 months، وليه بيتكلم بعد 6 شهور؟ لان انا هنا بعد 6 شهور هبتدي ادخل نوعيه ثانيه من الاكل مع ايه الرضاعه. Any infant older than 6 months of age بعد 6 شهور need additional food، بيحتاج أكل إضافي and drink وسوائل. From the age of 6 months to 1 year، من 6 شهور لسنة. البريست فيد بقى should be offered before other food to be sure the infant takes plenty of breast milk every day، مع الاكل لازم تبتدي تزود كمية الرضاعة الطبيعية ياكل ويبتدي ايه يرضع. الدايت شود بي كوكت، الاكل بقى اللي انا هبتدي ادخله للطفل المفروض يكون مطهي كويس، فيه فيجيتابلز وفيه جرين حبوب وفي نفس الوقت فيه فروتس وفي سام اويل وفيش واجز وتشيكن وميت وكل حاجه، وانا بدخلها للطفل المفروض ان انا اختبر الحساسيه بتاعتها عشان ما تبتديش تعمل له الرجي وتعمل له مشكله. وفي طبعا مجموعه من المينرالز والاي والفيتامينز. جنرال جايد لاينز فور كومبلمنتري فيدنج ار اس فولون، كومبلمنتري اللي هو الاكل الاضافي، اضافي بجانب اللي هو ايه او اكل تكميلي بجانب الرضاعه الطبيعيه. من 6 شهور لي سنة breast feed frequently and give other food، بدي الرضاعة الطبيعية ومعها أكل إضافي، والأكل ده هو المفروض من 3 لـ5 وجبات في اليوم. من 12 من سنة لي سنتين بدي breast feeding وفي نفس الوقت هبتدي أدي الأكل 5 وجبات في اليوم. بعد سنتين هيوقف بقى البريست فيدنج، المفروض بيعمل ويننج، وفي نفس الوقت هبتدي ادخل بقى الفاميلي فود. الفاميلي فود كل الاكل اللي بيتاكل ويتاكل مع ايه الاسره. سبيشال سيركمستانسز، في شويه حاجات اخد بالي منها. وومن انفكتد ويز اتش اي في، اللي عندها الايدز، كان بوتنشالي باوز ذا فيروس، ممكن الفيروس يعدي من خلال البريست فيدنج فهمنع خالص الرضاعه الطبيعيه. وفي نفس الوقت اللي عندها بردك فيروس سي، وده هيبقى الطفل ريسك ان هو يبتدي يحصل له كومبليكيشن، فعشان كده هبتدي ان انا هيستعمل ايه الارتفيشال فيدنج اللي هي الببرونه.
فالمفروض لو انكلين بوتل اند تيست اللي هي التيتينا بتاعتها كان كوز دايري، هتسبب له اسهال وفي نفس الوقت هتاثر على الاير انفكشن وتاثر وتبتدي تعمل له الدايريه، واحنا قلنا الدايريه ان هي ديدلي فور بيبي، ممكن تموت الطفل. If breast milk is not available، لو اللبن الطبيعي مش متاح، يبقى nutrition adequate breast milk substitute should be feed the baby by cup، ممكن اديله العصاير او اللبن بالكوباية. If infant who are feed breast milk المفروض greater risk of death and disease than breastfeed infant، طبعا الطفل اللي بياخد رضاعة طبيعية بيبقى جسمه محمي وفي نفس الوقت مناعته كويسة وأفضل من الطفل اللي بياخد artificial feeding اللي هي الرضاعة الصناعية، وده بيبقى عرضة للأمراض أشهرهم الدايرية وفي نفس الوقت بيحصل complication. آخر حاجة عندنا indicators of breastfeeding، ان البريست فيدنج زي ما احنا شايفين في الرسمه كده ان هو بيبتدي استمرار الرضاعه الطبيعيه لسنه تبتدي تزود اعمار الطفل وتقلل حاجه اسمها المورتاليتي وتمنع a complication for the child. Thank you.